تعقد غدا الأحد وزارة التربية الوطنية لقاء مشتركا مع نقابات القطاع وممثلي الأساتذة من أجل إعطائهم ردودا عن مختلف القضايا العالقة في هذا القطاع، على رأسها تلك المهنية المتعلقة أساسا بالمخالفات المالية المجمدة منذ أزيد من سنة، إضافة إلى آليات الترقية إلى رتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وبعض القضايا البيداغوجية الأخرى. يلتحق بنا عبر الهاتف مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في نقابة الكناباست لتفاصيل أدق عن هذا اللقاء مع الوزارة. صباح الخير أستاذ مسعود. صباح الخير. إذن هل من تفاصيل عن هذا اللقاء المرتقب يوم غد مع الوزارة؟ لقاء الغد سوف يكون بحضور كل النقابات. الهدف منه هو أن وزارة التربية الوطنية تريد أن تقدم إجابات لكل النقابات حول محتوى المحاضر الممضات معها، مع العلم أنه كان من المفروض في هذه الفترة اللقاءات تكون ثنائية، لأن كل نقابة لها خصوصيات مطالبها والالتزامات تختلف من نقابة إلى نقابة أخرى، لكن نحن تفاجأنا بأن اللقاء يكون جماعيا والردود تكون جماعية، ونتمنى بأن الردود تكون واضحة وتكون إيجابية حسب ما هو مدون في المحاضر، خصوصا محضر 19 مارس 2015 الذي يتضمن ملفات أساسية ومهمة، ملف الآيلين للزوال، ملف الترقية، وملف طب العمل، وملفات أخرى كذلك نريد إجابات واضحة حولها. طيب سعود بوديبة المكلف بالإعلام في نقابة الكناباست، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.